نصحى ونقول صباح الخير. عاملين ايه النهاردة؟ روتين يومي. هنشوف بقى احنا نعمل في ايه. يلا بينا. المفروض اول حاجة هلم الغسيل واطبقه. تمام. الشارع اهو يعني فاضي والمحلات قافلة، يعني الناس بتخلي بالها بتاخد احتياطاتها علشان الفيروس، ربنا يشيل عنا الوباء. فتعال نشوف احنا ناخد احتياطاتنا ازاي في البيت والروتين اليومي العادي ان شاء الله. جينا بقى فقرة لم الغسيل. بصوا انا بحب اغسل الغسيل عادي حتى لو على ايدي، بحب انشر، بس لم الغسيل وتطبيقه اكتر حاجة بكرهها في الحياة، بس حاجة لازم اعملها. المهم بقى ايه، ان انا المفروض اطبق الغسيل وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. مش عارفه بصراحه. دلوقتي المفروض ان انا همسح السيراميك ده وهفتح باب الشقه وهمسح كده عند عقب الباب. انا حطيت اللي هو الوصف اللي هي منظمه الصحه العالميه قالت عليها، اللي هي بنحط كلور مخفف كل لتر ميه عليه فنجان كلور صغير. تمام. اللتر الميه كلور بس. نسيت اقول لكم ان انا حاطه فوق الكلور والميه الكلور المخفف، يعني حاطه الجنرال العادي اللي انا بمسح بيه السيراميك اصلا عشان يدي الشقه ريحه حلوه وكده. تمام. نسيت اقولها دي. دلوقتي هشيل القماشه وهحطها في جدر الكلور المخفف تاني وهعصرها وهطوق الحته دي تاني. تمام. يعني ايه؟ عايزين ضمير. طبعا انت بتمسحي الارض بزبده. تمام. علشان نتفادى اي حاجه مش عايزينها تحصل. فهمسح بزبده وارجع لكم تاني. هنيجي بقى عند تنظيف الترابيزة. ده برضو مية بكلور، حطيتها في ازازة غامقة شوية عشان بيقولوا ان الكلور بيتكسر من الشمس او الضوء، مش عارفة. المهم بقى ايه، هنرش على الترابيزة كلها ونجيب فوطة، اي فوطة عندك، وتبدأي تمسحي في المكان اللي تقعدي فيه وفي كل الترابيزات عشان بيقولوا ان الفيروس بيعيش اكتر على الاسطح الملسة اللي هي الاسطح الناعمة، لكن مش بيعيش على الفوط، يعني اي حاجة فيها وبر مش هيعيش عليها. عشان كده بقول لكم وبحذركم ما تحطوش الكلور على الدفايات بتاعت السراير او السجاجيد والحاجات دي، علشان الكلور بيبوظ الهدوم. يعني ايه؟ بيستخدم كل حاجة كده بالعقل. ابوس ايديكو الكلور والهدوم، علشان لما ان شاء الله الوباء يمشي يترفع من علينا ما نزعلش في الاخر ونلاقي هدومنا كلها بايظه نقعد نعيط بقى. نخلي بقى نعمل كلور مخفف وفوطه ونمسح بالراحه. ما تحطيش الكلور على الجلد عشان بيبوظ الجلد، وحاولي ما تجيبهوش على الحاجات الغامقه عشان لونها هيحمر وبيض وهنزعل. انا كده نظفت الشقه كلها. اما بخصوص الغدا، فكان عندي اكل بايت بقى سخنه وهوفر بقى طاقتي لحاجه تانية مهمه قوي. نسلي نفسنا شويه بقى. بصوا معايا تلاتة اهو، فاشوف انا هعمل ايه. نجعل اول واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. طب عايزين تحضيرات؟ انا بجد تلاتة. ماشي. بصوا انا لعيب على فكره. استنى، اربعة بس ما شاء الله. ده وانا بعد واحد اتنين ولا ايه؟ المره دي بقى هتيجي على العشرين ان شاء الله. استنى كده. استنى، بص جيت على ايه، على 14. ماشي. حلوين حلوين. البخور البخور دي بقى شعرية انا بعملها. ونو بعملها لما يكون بالليل مثلا جعانة، بعملها كأنها زي رز، بحط عليها ملح وكده. في
في ناس بتاكلها بال في ناس بتاكلها بال في ناس بتاكلها في ناس بتاكلها بالسكر، بحط عليها سكر، انا بحط عليها ملح وهقعد اشوح فيها وبعد كده هسقيها بالميه. ودلوقتي لونها بقى لونها ذهبي كده، هبدأ بقى احط الميه. ماشي، الشعريه هي بعد ما استوت، لو انت بتحبي الشعريه جربي الوصفه دي، سهله قوي وسريعه، 5 دقايق بالظبط هتكون مستويه. هروح اكل بقى، وحطيت معاها زيتون مخلل علشان ايه تبقى محبشه كده. يلا بقى لو انت جربتيها بالهنا والشفا. مشروبي بقى الايام دي الجنزبيل، ده جنزبيل مطحون، بحطه بقى على اي حاجه، بحطه بقى على ينسون بيبقى حرق شويه كده مع اليانسون، بحط مع القرفة، ده بشربه بالطريقتين دول، وبزود السكر 3 معالق سكر مثلا. ممكن بقى بيتحط كمان على الليمون والعسل، بس بيبقى حراق اوي ساعتها فمبقدرش اشربه، فبحطه مع اليانسون كده ومعاه 2 معلقة سكر مثلا. بقعد بقى اقلبه جامد. هو انا اللي هاممني في المشروب ده مش طعمه خالص، انا اللي هاممني ان انا المناعه بتاعتي تبقى كويسه، عشان بيقوي مناعه الجنزبيل، بيقوي مناعه الدكتور قال كده في التلفزيون، فبشربه مرتين مثلا في اليوم على الجنزبيل، على القرفه او على اليانسون كده. ممكن تحط عليه عسل وليمون زي ما قلت، بس يبقى حراق قوي بقى، لو جنزبيل طازه يبقى احسن طبعا، بس ده اللي عندي دلوقتي. يا سام شكله جميل قوي يعني، استغفر الله العظيم. بص انا بشربه عشان المناعه، عشان انا لو جالي دور برد بس ما تعرفش انا بيحصل لي ايه. كنت عايزه اتكلم معاكم كده في موضوع حصل معايا كده. لما باجي افتح اليوتيوب بلاقي ستوري بقى بتاعت القنوات التانية وكده، فبدخل عليها حاسه ان انا متحمسه ان انا افتحها وكده، بتبقى حاجه حلوه يعني، فكره حلوه ان بيبقى في ستوري على اليوتيوب وكده. فقلت خلاص انا هعمل ستوري على اليوتيوب بتاعنا كمان، واشارك الناس بالحاجات اللي انا بعملها طول اليوم بقى، عشان الفيديوهات بتبقى عايزه اديت وعايزه ان انا اعمل محتوى كامل. لكن الستوري ممكن اقول لكم حاجه بسرعه، او مثلا اقول لكم فكره، او اقول لكم انا هنزل فيديوهاتي امتى، المهم ان انا ابقى ايه في تواصل يعني بيني وبين المتابعين بتوعي. المهم قلت خلاص، قلت لجوزي ايه تعالى شوف لي كده القناه بتاعتي عشان ايه نعمل ستوري على القناه وكده. المهم انا قبلها اصلا كنت جربت وعمال اعمل الستوري، الستوري مش راضيه تظهر خالص، اصلا الكلمه مش راضيه تظهر، فقلت يمكن انا اللي غبيه. فالمهم بقى ايه جوزي جاي يعملها، المهم قال لي ايه يا ساره ده هما بيقولوا لك ان هو لازم يكون في القناه بتاعتك لازم تكون واصله ل 10,000 مشترك، هو انت كام مشترك يا ساره؟ فبصيت له كده وسكت، قلت له لا اله الا الله. المهم اللي هو يعني انا قصدي ان انا ما وصلتش ل 10,000 مشترك، فمش عارفه ايه بصراحه. فيعني بس انا يعني لحد دلوقتي انا بطور من نفسي وبطور من الفيديوهات، ولو انتوا نزلتوا في الفيديو في الفيديوهات اللي هي من السنه اللي فاتت هتلاقوا ان انا طورت من نفسي، لان انا بقعد اسرش على حاجات كتير، ولان انا يعني حسيت ان انا لاقيه نفسي في الموضوع ده وحابه الحاجه دي، بس كنت عايزه اتواصل اكتر يعني ايه. فانتوا هتدوني المساحه ان انا اتواصل اكتر معاكم. فلو انت عجبك الفيديو اعملي لي لايك واعملي لي الاشتراك في القناه لو انت عجبك المحتوى بتاعي، علشان احس اني اعرف اتواصل معاكم اكتر من خلال الستوري ومن خلال صفحه الفيسبوك بتاعتي، احس ان في عدد انا بتواصل معاه، مع ان انا والله راضيه حتى لو حد بيتابعني، يعني انا في متابعين ليا بيسالوا عني مثلا، مش عايزه اقول لكم انا ببقى فرحانه قد ايه. ماشي، علشان لو اي حاجه استفدت منها اقولها، حسيت ان انا حابه الموضوع يعني، انا حابه بجد ان انا اعمل حاجه زي دي. فعلشان كده يعني عدد المشتركين اللي عندي كلهم دول ناس انا ما اعرفهمش، وبيدعوا لي ويقولوا لي ربنا يوفقك، فدي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يعني، والله ما بهزرش، الناس ما تعرفنيش اصلا وما شافوش شكلي كمان، هم يا دوب بس عارف بيسمعوا صوتي، بيشوفوا تصرفاتي في مثلا في الفيديوهات وكده. فانا لسه في تطور، لسه بعمل، لسه كل شويه بنتعلم، اتعلم بتعلم حاجات كتير، وعايز اتعلم حاجات كتير كمان قوي.
ف يعني دي المعلومة اللي كنت عايزة اوصلها لكم. وانا كده الفيديو بتاعي خلص، ورب يكون عجبك. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب، دوس اشتراك علشان نتواصل مع بعض اكتر، وان شاء الله تشوفوا الستوري بتاعتي قريب. يلا باي باي.